يقال إن أحياء كانوا يعيشون هنا خاوية على عروشها. هكذا بدت مدينة الرقة في أول صور حصرية لأورينت نيوز من داخل أحيائها. خلف هذه المباني أو ما تبقى منها احتفلت ميليشيا قسد التي تقودها الوحدات الكردية بدمار المدينة. احتفال ونصر اتضحت تفاصيله لاحقا بتقارير غربية حملت مسمى الصفقة القذرة بين قسد وداعش في الرقة، كتأكيد على أن تدمير المدينة وتهجير أهلها العرب كان الهدف الأول للوحدات الكردية، رغم الاتفاقات التي عقدت مع تنظيم داعش لتسليم الرقة مع بدايات المعركة. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق عمل عسكري كبير ونصر كبير باتجاه مناطق حقل العمر وشركة العمر النفطية، وهي أكبر شركة. ومن التدمير والتهجير الممنهج إلى مساعي قسد في الجزيرة السورية بهدف السيطرة على أبار النفط والغاز، وبعيدا عن داعش الواجهة الشكلية لتبرير مشروع التوسع، تنتقل ميليشيا قسد سريعا من الرقة إلى ضفة نهر الفرات الشرقية شمال دير الزور الغنية بنفطها ومحاصيلها الزراعية. آلاف بل عشرات آلاف المدنيين كما تؤكد الصور الخاصة هجروا نتيجة القصف الممنهج الذي طال قرى وبلدات المحافظة. وفيما باتت آلاف العائلات في عراء وصحاري دير الزور، وجد آخرون أنفسهم في مخيمات عين عيسى الخاضعة لسيطرة وشروط قسد، إن كان بالتجويع أو التجنيد الإجباري. من وراء القصف ويذبحونا وشتلونا وقصف تجنيد ومن السوالف. فيما تبدو هذه المخيمات مشهداً إعلامياً مؤقتاً لرحلة تهجير جديدة وصلت بأهالي دير الزور والرقة إلى المناطق المحررة في أرياف إدلب وحلب.